ابن جرير من مشاهد الجمال في حياته أنه كتب أحمد بن عيسى العلوي يقول من الشعر: ألا إن إخوان الثقات قليل، قليل من تجد يعني يوثق به، وهل لي إلى ذاك القليل سبيل، سل الناس تعرف غثهم من سمينهم، فكل عليه شاهد ودليل. الجو بتاع الأبيات عشان السيد المشاهد الكريم يشاركنا فيها، بيقول مين دلوقتي تثق فيه؟ مفيش حد يا عم تثق فيه في هذا الزمن. ابن جرير بيقول له لا، حسن ظنك بالناس. وبيقول له كده، حتى الناس بتشتم الزمن من وقتها، من ايام ابن ومن جرير طبعا، زمان يعني، ده طول الزمن الناس بتشتم ده الزمن. من زمان، رحم الله يعني، لو أدرك كيف لو أدرك زماننا هذا، كانوا يقولون. قال أبو جعفر: فأجبته فقلت: يسيء أمير الظن في جهد جاهد، يمكن لهم عذر، يمكن أجهدهم الحال، يعني تلطف بهم، يسيء أمير الظن في جهد جاهد، فهل لي بحسن الظن منه سبيل، تأمل أميري ما ظننت وقلته، فإن جميل الظن منك جميل، كن جميل الظن بالناس. فبرز منه مشهد الجمال في كل شيء، فإن جميل الظن منك جميل، جميل. ومشهد جمال بجمال الظن، بجمال التعفف، بجمال الإباء، الهمة بكمال وجمال الهمة إتقان المهنة والقيام بالدور. وغدا نلقاكم إن شاء الله وحلقة جديدة ويحب الجمال.